كلنا شفنا النمسا وفرنسا بهدف من ميلاد صديقها فرنسا بتفوز. فرنسا اللي طبعا لازم نتكلم اسامي بتاع كله كان مستني بقى يشوف امبابي وديمبلي وجريزمان والاسامي دي كلها يا جماعه. وطبعا لازم تتكلم في ترام كانتي رابيو، فرقه تقيله بطل العالم ووصيف العالم. المفروض دي الكوره، لا انا ما فيش فرقه الى الان اقنعتني. يعني انت الفرقه الوحيده اللي ممكن تقول اقنعتني فريق اسبانيا، يامال بقى وكارفاخال وموراتا وويليامز. طبعا فرقه بتلعب كوره، فرقه لعبت كوره مع احترامي، بس عايزين نتكلم برضه حتى مع كرواتيا. مش دي كرواتيا، او ده مش اداء كرواتيا وصيف العالم، او ثالث العالم ووصيف العالم في النسخه اللي قبل كده. لكن الكره الى الان عجبني جدا منتخب النمسا، عجبني جدا منتخب النمسا. هتكلم عن النمسا وعلى منتخب فرنسا وخساره منتخب النمسا بهدف للاشيء، بهدف طبعا فوبر اللي جابه بنفسه. يا جماعه لازم نتكلم على ان دي الكوره. يعني انت مش خايف، بتلعب بطل، المفروض بطل، يعني كان هيبقى بطل العالم وصيف العالم. امبابي من احسن لعيبه العالم، بل احسنهم حاليا، نجم ريال مدريد في الصفقه كبيره جدا. مع ذلك العالم بيلعب ضغط عالي على فرنسا، وده درس انك انت ما تخافش. يعني لعب بطريقه بدنيه مهلكه جدا. العيال بيلعبوا على فرنسا كانوا بيضغطوا. يا جماعه انت بتتكلم على اوباميكانو بيضغطوا عليه وبيضغطوا على حارس المرمى. يا جماعه انت بتتكلم على صليبه، بيضغطوا على صليبه، هرنانديز بيروح الكورنر في الباك ليفت، بيضغطوا عليهم ضغط عالي رهيب. منتخب النمسا ومش خايفين، ومع ذلك منعوا. يمكن انت بتتكلم حتى لو بصيت للشوط الاول، انت الفرص تكاد تكون معدومه. بالعكس اللي عنده لعبوا جيم عالي قوي قوي قوي، وعملوا ماتش حلو جدا جدا جدا. ومش دي، ومع ذلك فرنسا ما جابتش جول. فرنسا بالعكس، ان فرنسا دي هي اللي خلت فرنسا تفوز. يعني انت بتتكلم يا جماعه البطوله السنه دي، انا شايف لسه المباراه الافتتاحيه دايما بتدور على الثلاث نقاط. اهم حاجه عندك الثلاث نقاط، ايه هم الثلاث نقاط؟ فين ده اللي بتجيبهم ازاي وليه؟ مش مشكلتي، المهم انك انت تلعب وانك انت تجيب جول وانك انت اقل اول ثلاث نقاط. اول ثلاث نقاط يعني فرنسا جابتهم باقدام النمسا، مش باقدامها. يعني انت بتتكلم يا جماعه ديمبلي اللي مكسر الدنيا، بس ديمبلي انا مع احترامي الشديد يا جماعه، هو وظيفته مع احترامي الشديد لعيب كبير، بس ما عندوش قرار الاول انه يفكر انه يباصي الاول قبل ما ياخد الكره ويطير. لازم يقف. يعني امبارح انت بتلعب راس حربه، مين ترام ولا مبابي؟ مره ترام مره مبابي مره تبادل. شفنا جريزمان وتحركات، وشفنا كانتي نجم الاتحاد، كواندي واوباميكانو، فرقه تقيله وصليبه، وهرنانديز احسن باك ليفت متوقع في البطوله يا جماعه. هرنانديز الباك ليفت بتاع اي سي ميلان ده لعيب جامد قوي يا جماعه، لعيب تقيل قوي قوي قوي، لعيب جامد. فانت بتلعب قدام مين يا جماعه؟ وعندك جريزمان طبعا، ونزل يوسف فوفانا، وجيرو نزل طبعا بعد اصابته. طبعا مبابي ممكن ناخد له ثلاث اسابيع اقل شيء، او هيلعب بواقي بعد النزيف اللي حصل له والتصادم في الدقيقه 86 ونزيف الدم والاصابه اللي اتعرض لها لمبابي امبارح. فمش دي فرنسا، او معنى صح مش الكره. احنا لسه ما شفناش الكره الحلوه من المنتخبات اللي احنا منتظرينها. يعني انت حتى لو بتكلم منتخب انجلترا يا جماعه، مع احترامي الشديد يعني مش هي ده منتخب انجلترا. يعني الفرقه الوحيده اللي اقنعتني منتخب اسبانيا. لعيبه بتتكلم على يامال وطبعا موراتا وويليامز رويز رودري كارفاخال نورمان ناتشو كوكوريا اللي عمل جيم عالي جدا، سيمون حارس المرمى اللي انا بقوله من احسن حراس المرمى الى الان، بل احسن حارس مرمى في البطوله. يمكن في تصديات شالها قدام مباراه كرواتيا، يعني بعد فوز اسبانيا 3-0 شال كرواتيا يا جماعه اهداف محققه يمكن ساعدت فريق اسبانيا انه يفوز. لسه يمكن انت شفت بقى كاماريتش ولا مودريتش وبروزوفيتش وكذا كوفازيتش واستانيتش وجارديول، فرقه مش هي دي كره كرواتيا. كرواتيا ما كانتش محضره المباراه. المهم الان الفرقه الوحيده اللي لفتت نظري يامال كارفاخال اللعب في اليمين مش في الشمال، وعندك موراتا وعندك ويليامز وطبعا رودري. فرقه واقفه في الملعب عندها انتشار وعندها رغبه وثلاث اهداف. لكن لسه انا الى الان ما فيش فرقه اقنعتني واقدر اراهن عليها. البطوله لسه بالعكس المستويات كلها متقاربه، المستويات كلها يعني. حتى كمان شفنا انجلترا يا جماعه مع صربيا 1-0، مع احترامي انت لو بتتكلم على بتتكلم على كين على ساكا على بلينجهام على فودن ارنولد رايس وكير ستونز، فرقه تهز الدنيا. يعني انت السكواد يا جماعه في فرنسا وانجلترا يهز الدنيا.
يعني انجلترا دي طول عمرها السكواد بتاعها والجدول اسامي اللعيبه اللي فيها تقول لك تاخد كاس عالم، لكن ما بتشوفش كوره. مع احترامي الشديد ككوره ما فيش الى الان، ما فيش حاجه اقنعتني. وقدام صربيا ومدرب ساوث جيت طبعا الى الان ما اقنعنيش، ما فيش كوره حلوه يا جماعه، ما شفناش ضغط عالي، ما شوف شخصيه المنتخب الانجليزي، ما شفناش زي ما بتقول برده شخصيه المنتخب الفرنسي بالضغط العالي والاستحواذ والفرص والكلام ده. الى الان لسه ما شفناش. يعني احنا شفنا اهو الفرق اللي مرشحه فرنسا انجلترا، شفنا منتخبات يا جماعه. انت امبارح بلجيكا بتخسر يا جماعه، بلجيكا بتخسر من سلوفاكيا 1-0 بلوكاكو، وما ادراك ما لوكاكو، فرص مش ممكن. مع احترامي الشديد في مفاجاه من المفاجات، يمكن دي المفاجاه الوحيده. بس انا بقوله يا جماعه ان الكوره ما عادش فيها فوارق، ما عادش فيها فرق وكله شبه بعضه. فشفنا امبارح يا جماعه انت بتتكلم ساكا، كين، بلينجهام، فودن، ارنولد، رايس، وكير، ستونز، فرقه يا جماعه زيدي تاني. لكن كوره ما شفناش الى الان، ما شفناش. المهم اذا عجبكم الفيديو لايك شيركم كومنت وقول توقعاتك. هنشوف مين هلا الادوار. طبعا المجموعات حلوه والتنظيم حاجه جامده يا جماعه، التنظيم. اوعى تقول امم افريقيا ده زباله يا راجل، قسما بالله لو انت بتتكلم زباله. امم افريقيا لا تنظيم ولا ملاعب ولا استاد ولا جمهور ولا جمهور ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه. العالم يا جماعه طبعا القطر كله جايب 30,000 و 40,000 بالجماهير، ده غير بره متعه، تنظيم، نظافه، ملاعب، استاد. لكن الكوره لسه ما اقتنعتش. كل حاجه حلوه لكن الكوره الى الان لسه ما اقنعتش. يمكن الادوار طبعا التمهيديه، ودايما انا بقول المباراه الاولانيه دايما بيبقى اهم حاجه عندك الثلاث نقاط. المهم اذا عجبك الفيديو اشكركم، سلام عليكم.